بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده الأنبار وطي صفحة الدمار الذي خلفه الإرهاب، حيث انتشرت ظاهرة الحبوب المخدرة لتقضي على ما تبقى من شباب المحافظة، لكن العيون الساهرة من رجال القوات الأمنية كانت بالمرصاد ملقية القبض على 7 تجار روجوا لتلك المواد بعد استيرادها من دول الجوار. سيدي أنا أشتريني عندي وأبيع عند المعارض. زين وين يعني وين السرج هاي الحبوب؟ بالمنطقة بالخليج. المنطقة علي. نعم. هذا اللي تروح تبسط بيها. لا لا يعني عند معارض سيدي. معارض. نعم. يا فيها من الشباب أو يا فيها عمرية من الناس اللي تأخذ هاي الحبوب. 18 فرصي. 18 سنة. نعم سيدي. 18 فرصي. نعم سيدي. شنو هذول؟ ما عندهم دوام، ما عندهم عمل. بطالين لو هم سيدي او مطعم باليوم تكسب 20 باليوم الواحد يكسب 20 دينار، ولكن بعز باحترام بكل سمعه طيبه الى كل عائلته. زين وهسه بالمحافظه ما شاء الله مشاريع مفتوحه، شغل مفتوح. زين ليش العمل هذا السيء؟ العمل يعني اللي ما من وراء غير السمعه السيئة، ليش؟ شيطان بعد ايش بيصير في قبضة القانون؟ قائد شرطة الأنبار الفريق هادر زيج بدوره أعلن اعتقال هؤلاء الأشخاص بالجرم المشهود وبحوزتهم 21,000 حبة مخدرة. ضبط بحوزتهم 21,000 حبة مخدرة، كما ضبط بحوزتهم 180 قنينة من الشراب المخدرة، كذلك أيضا ضبط بحوزتهم 56 حب من نوع الفاليوم، وهذه الشراب المخدر وكذلك هذه الحبوب المخدرة تعمل وفق السياقات ووفق العمل الإجرامي من قبل هؤلاء بخلط هذه الحبوب وهذا الشراب من أجل تداولها وإعطاها إلى الشباب وارتكاب الجرائم وفقد العقل وفقد السيطرة منه، مما يدفع المتهم يدفع المتعاطي بارتكاب الجريمة إن كانت على مستوى الجريمة الجنائية أو الجريمة الإرهابية. ويرى مختصون أن ظاهرة المخدرات الدخيلة على المجتمع الأنباري قد انتشرت في عموم العراق، ويجب تأمين الحدود مع دول الجوار لمنع ضعاف النفوس من إدخال الحبوب المخدرة إلى البلاد. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.